مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. احتفاليه اكثر من رائعه، ويمكن زي ما احنا بنقول عائله النادي الاهلي النهارده كانت كلها متواجده في ملعب مختار تيتش، تكريم اكثر من رائع. مش هطول طبعا على حضراتكم، معايا يمكن المهندس محمد الجارحي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واحد اكيد صاحب المجهود الكبير في البطولات اللي احنا عشناها مع بعض الفتره اللي فاتت. النهارده يوم رائع على ما اعتقد، يوم مميز جدا، بنشوف لاول مره كل الفرق الرياضيه الالعاب الفرديه والجماعيه بتكرم، وتكريم كمان من كابتن محمود الخطيب من اعضاء مجلس الاداره، ليه تاثير كبير جدا يا محمد بيه. زي ما انت بتقول كده يوم مبهج، يعني كل الناس فرحانه، كل الناس مبسوطه. يعني احنا سعداء ان يبقى في دايما انجازات والناس تبقى مبسوطه. تقليد دايما اتعودنا عليه في النادي الاهلي ان هو يكرم كل ابطاله من كل اللعبات، بنهنيهم وبنهني كل الاجهزه الفنيه. مجهود كبير في المواسم، سواء بقى الفرق الباسكت، الطايره، العاب جماعيه كلها، كره القدم، الالعاب الفرديه. النهارده طبعا حفله النجمه الرابعه، ومن بكره ان شاء الله النجمه الرابعه هتبقى على تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله. يعني زي ما قال الكابتن الخطيب، البطولات ديت بقى خلاص بقى التاريخ، احنا عايزين نركز في اللي جاي. عندنا بطولات كتيره، عندنا موسم هيبدا خلاص بكره ان شاء الله، نجتهد وباذن الله النادي الاهلي دايما يفضل رقم واحد. استغل وجودك معايا، ويمكن فريق الكوره عايز اخصه والاداء المميز وتصحيح المسار الرائع جدا اللي بنتمنى ان شاء الله بمباراه الترجي باذن الله نصعد للادوار القادمه. بتشوف ازاي روح اللعيبه والاصرار والاداء الجميل ده. لكن قبل مثلا يعني انا شايف وراك يمكن النجوم النهارده، الشافعي وابو النصر وعدلي وسيف، وحاجه يمكن رائعه جدا. الاول تقول لهم يا محمد بيه طبعا على البطوله والاداء المميز بالنسبه لهم الفتره اللي فاتت، قول لي حابب تقول الاول الابطال قبل ما نتكلم على الكوره. طبعا بنبارك لهم على البطولات، انا بس بحس ان انا قصير في وسطهم، فيعني بنبارك لهم على البطولات، مجهود كبير، وان شاء الله مستنيين منهم اكتر في الموسم اللي جاي، واحنا معاهم خطوه بخطوه ان شاء الله اللي جاي افضل. اشكرك، شكرا. مستمرين معاكم كل مشاهدينا.